الصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضنا عن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين، آمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال في صحيح كتاب التفسير سورة الإسراء، قال باب ولقد كرمنا، قال كرمنا وأكرمنا واحد، قال ضعف الحياة عذاب الحياة، قال نعم وضعف الممات عذاب الممات، نعم قال خلافك وخلفك سواء، قال ونأى تباعد شاكلته ناحيته وهي من شكله، وصرفنا وجهنا قبيلة معينة ومقابلة، وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها، قال خشية الإنفاق، أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب، قال قطورا مقترا، قال للأذقان مجتمع اللحيين، والواحد ذقن، وقال مجاهد رحمه الله موفورة وافرة، قال تبيعة ثائرة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما نصيرة خبت، وقال ابن عباس نصيرة، قال خبت طفئت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تبذر لا تنفق في الباطل، قال ابتغاء رحمة، قال رزق، قال مثمورة ملعونة، قال لا تقف لا تقل، فجاسوا تيمموا، قال يزجي الفلك، قال يخرون للأذقان، قال للوجوه. رفع الله سري. نعم. استأذنك. تفضل. استأذنك. الباب الذي يليه؟ لا خلينا أن هذا الأول وبعدين ما نكلم. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب يعني ما قلنا ما زلنا مع سورة الإسراء، كرمنا وأكرمنا واحد، قال ابن عباس فضلنا أي بالعقل والنطق والتمييز، بل فضلناهم أيضا على فضلنا فيما بينهم في التفاوت بين درجات المؤمنين بعض من بعض، درجات أيضا بين الآدميين، وهذا مؤمن هذا كافر، هذا عاقل هذا راشد هذا 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 سفيه. نعم. قال وليس من دابة إلا وهي تأكل فيها إلا ابن آدم فهو يأكل بيده، وهذا تكريم من الله جل في علاه لابن آدم وكرمه بالعقل أيضا. ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب الحياة وعذاب الممات، أي ضعفهما يريد عذاب الدنيا والآخرة، أي ضعف ما يعذب به غيره، وهذا تخويف الأمة لألا يركن أحد من المسلمين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه، خلافك يعني خلفك سواء أي بعدك، نعم يعني بعد خروجك، قوله تعالى بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأى أي تبعد، نأى بنفسه نأى بعقل نأى تبعد أي بعد بنفسه عن القيام بالحقوق، شاكلته سلف الكلام عليها في سورة النحل، صرفنا وصرفنا وجهنا أي وبينا ما أمثال وغيرها مما وجب الاعتبار به، قبيلا معاينة ومقابلة وهو قول قتادة، وقيل كفيلا، وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها، ضبط بعضهم تقبل أو قل أو تقبل تقبل ولدها، كما نقل من التين ليس ببين كانه من قبل يقبل إذا أراد الشيء أو أخذه، قال لعله توهم أنه من كفر يكفل من كفر يكفل، وذلك لا يقال فيه إلا قبل يقبل به يقبل إذا تكفل به، خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق ونفق الشيء، خشية الإنفاق الذهب، والحقيقة أن المعنى الصحيح في هذا الحديث هو خشية النفقة والفقر والفاقة، خشية أن ينفقوا فيقتروا، وقتورا مقترا أي بخيلا ممسكا، يقال قتر يقتر ويقتر قترا، وأقتر اقتارا، وقتر تقتيرا إذا قصر في الإنفاق، للأذقان مجتمع اللحيين الواحد ذق أي بفتح القاف، قال ابن عباس الوجوه يريد يسجدون بوجوههم وجباههم وجباههم وأذقانهم، هنا للأذقان يعني على الأذقان على الأذقان يعتورا، هنا موفورا واثرا تبيعا ثائرا، وهذا أسناد ابن أبي حاتم من حيث النجيح عنه، ثم قال ابن عباس نصيرا وتبيع بمعنى تابع، خابت طفئت، خابت النار تخبو إذا سكن لهيبها، قال ابن عباس لا تودر لا تنفق في الباطل، أسنده ابن المنذر يعني لو أنفق نفقة عظيمة لكن في الحق لا يعاتب،
ابتغاء رحمة يعني انتظار رزق يأتيك من عند الله جل في علاه مثبورا ملعونا، وهو قول ابن عباس. فقال غيره هالكا، قال أبو عبيد والمعروف الثبور الهلاك والملعون هالك. ولا تقف يعني لا تقل ما ليس، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم به. فجاسوا تيمموا أي قصدوا، وقيل مشوا، وقيل قهروا وغلبوا، وقيل الجوس طلب الشيء باستقصاء. وقال ابن عرفة معناه عاثوا وأفسدوا، يزجي الفلك يجري الفلك أو أي يسوقه ويسيره حالا بعد حال. يخرون الأذقان عن الوجوه، وقال ابن عباس يريدون يسجدون بوجوههم كما سلف. نعم، أريد أن أنبه على شيء ألفت الانتباه إلى أنه بعض الإخوة بتأخذ يعني، لأن هم إخواننا هنا من المشرفين جزاهم الله خيرا، لهم مجهود يشكرون عليه، يقطعون الدروس. وطبعا يعني كل أخ بيتكلم بيتصل، مثلا بأخ أحمد سعيد بيتصل بهذا بيقول له شيخ كذا، طب هذا كلام ألا ينضبط هذا الكلام، طب ما ضبط الأمر. فالإخوة هذه يعني أنا أنصحهم يعني إن لم تكونوا طلبة علم وما عندكوش روح تجلسوا في مجالس العلم بتتعلموا، يبقى إذن لا تنظروا بعين الانتقاد في أمر لا تفقهونه ولا تفهمونه. واجب عليكم أن تأخذوا كلية الكلام. وهم لما بيقطعوا لو الموضوع مكتمل، أنا الآن أهيب بكل المشرفين، إذا كان الموضوع مكتمل فواجب القص، هذا القص يكون بالموضوع بأسر، يعني يبقى مقطع واحد مقطع اثنين وراه. كما قلت مثلا، معذرة عفوا، كما قلت مثلا على 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 حماس، وانا انصح لهم لا ترتموا في احضان هؤلاء الروافض الخبثاء، هم يمكرون بكم يكيدون، هؤلاء لا يريدون الا مصلحتهم، هؤلاء كفر اصلا، كفروا بالله وبرسوله ولا وثوا فراش النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لكم ان ترتموا في احضانهم، هذه تشينكم، وايضا هذه ليست من الديانه، لابد ان تتبرؤوا منهم لا ان تأووا اليه. هذا انا قلت ذلك، وقلت بعده مع ذلك نحن لا نسلمكم لليهود ولا نسلمكم لأعدائكم، بل نحن في الخط أمامكم نعضد وننصر ونقف بجانبكم جنبا نحو جنب. فلما يأخذ واحد يتكلم يأخذ جزئية الحوثيين ويقطعها ويجعلها، لو المشرفة أو المشرف قطع الجزئية دي وترك الجزئية الثانية يبقى أساء وظلمنا نحن، ما بيانش الحقيقة. الحقيقة نحن نصحنا وقلنا مع ذلك نحن معكم. هم الآن بيبعثوا لي بيقولون انظر احنا نزلناه المقطع اهو نزل، وهو لست ضدكم بل انا ناصح امين لكم في هذا الباب. يعني هل كان كاملا؟ الإجابة شباب من يقول استعانوا بالحسين لأنهم خذلوا، ممتاز. إنما يخشى الله من عباد العلماء والأجزار من ينشد من أمراء، ممتاز ممتاز ممتاز. يعني المهم طالما المقاطع كلها مكتملة يظهر الأمر، لكن طبعا احنا لا حيلة في من له هوى، لا حيلة لمن له هوى. اللي له هوى ما في حيلة فيه، بتبقى مشكلته مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لانه يريد ياخذ الجزئية التي يطير بها فيطير بها. جزاكم الله خير يا سرايا. نعم، هو الان سيدة المجلس تقوله، الفيديوهات اصلا جميلة جدا، الفتاوى عمرك ذلك. الحمد لله الحمد لله، واتوني اهو اقام عليها الحجج كلها، اتوني بالكلام على اعرف عدوك فلم أمن الحوثي فعدوك فعدو الله عدوك، النظر المقاوم عين العدل، الحق معكم الحق معكم الحمد لله. بقى ايضا اردنا عشان ينتبه اهل الذين لهم ما لهم من الجهل او الهوى، يقفون عندما يعني اوقفهم العلم، ما عندهمش علم يسكتوا، عندهم علم يتكلموا بالعلم ونحن نسمع. احنا قلنا اخونا الفاضل الاستاذ فهد، وان كان يعني ما اتى يعني النصح الذي نصحه فاضل جدا ورجل ما شاء الله رصين وكلامه علمي، هذا ناصح امين، وبينت له ما يمكن يكون ان يكون شوش عليه بانه سمع جزئيه وترك جزئيه، لكن ما شاء الله ولا قوه الا بالله امثال هؤلاء تنتفع بهم الامه، امثال هؤلاء ايضا يدعون خط العلم على على على, على الاصل. لكن ما احد عنده علم وعندهم شويه عاطفه ويخرجوا يتعبونا، المفروض يتعلموا او يجلسوا. قلنا الواقع واقع مرير ولا بد ان نغيره، لا بد ان يدا بيد ان نغير هذا الواقع
على هذه الوتيرة التي يعيشون بها. أحسن الله عليكم أحمد. باب في قولي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها المشرفون جزاكم الله خيرا. صراحة هذا جهد طيب جدا في هذا الباب، حتى أتوا بالرد العلم على ما يقول الحاكم أجير. والله هذا كلام أبلى فضيلة. هذا يعني بعث إلي رجل أنا أعرف من وين هو، يعني قال لي أنت الآن بينت ما عندك وانتقدت أيضا ما عندهم، لكن كان المفروض أصلا يكون هذا في السر ولا تعلن ذلك، وانت طالع تسخر منهم وتقول لو عندكم هاتوا العلم. يا ابن الحلال، يعني اول شيء كان المفروض تتقدم انت يعني ارسلت لنا قلت لنا طب اقم عليهم الحجه وكلمهم بادب. فطبعا اصلا الحمد لله ناخذ النصيحه فوق الراس، طبعا اكلم علماءنا ومشايخنا بالادب، انا اصلا لا اتعدى ادبي والله الحمد لله منه. فاني انت اصلا يعني لما تكلمت بقله ادب، وانا أخذت هذا الكلام واستوعبته لما لأنك تنصح إما لشيخك أو لشيء، فأنا رضيت بذلك. لكن أنا أقول لك أنت يعني أنت مغفل، أنت تحسب يعني أنني مثلا أطلع أول مرة أتكلم هكذا وأنا راجعت القوم وبينت لهم وأعطيتهم الأدلة على ذلك وقلت لهم عندكم أدلة تفضلوا هاتوها، ما أربع ساعات ما أعطوا شيء. فالحاصل فأنا ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ الإشكال مش في هذا، الإشكال ليش أنا تكلمت طب مؤخرا؟ نفس الحكاية، يأخذون القوم ينتقدون به يتكلموا على أمام الناس، فأنا قلت لا ما نتكلمش بقى أمام الناس وفي الخفاء وهكذا في المجموعات والجروبات اللي أنتوا عاملينها، اطلع عندك علم اطلع به. فلذلك طردته عشان يعلم أنه جاهل وأيضا ليس بالجيد. الديانة لا تدخل ذلك، أنا ساكت عنك لعلة، ساكت عنك لعلة، ويعلم الله هي ديانة أسكت عنك، وإلا أنا لو تكلمت أصلا أنت رأسك ستطير في خمس دقائق، في خمس دقائق رأسك بأسرها ستطير. وأنا لا أتكلم لأن أنا ليست بغيتي أن أنا أرد على حد، ليست بغيتي أن أعمل لأحد، ما في، أنا ديني يحكمني في هذا الباب لذلك بسكت. لكن لما أجدك أنت أنا ساكت عندك وأنت كمان بتتكلم، طب خلاص تحمل، قلت لك أنت في خمس دقائق بتروح. حتى أتوا لي هنا ببعض المقاطع، ما شاء الله ما شاء الله، بس خاص ما في عارف على المشرفين، ده المشرفين لهم الحج علي حقيقة. أشكر لكم هذا الفضل، الله يجعلكم زي أحسنتم. فأقول إخوتي ما زلنا مع العمل الذي نحن فيه، ولا نتوقف حتى لو قتلونا ولله الحمد والمنة، نرد عليهم ونؤدب من يحتاج الأدب، ونسمع لنصح العالم الذي يعلمنا ما جهلنا ويبين لنا الطريق الذي قد ضللناه، نحب في الله ونقبل يده ونسمع له. وأيضا من كان يعني يجادلنا في أمر وجدنا الحق معنا نبين له علميا. أنا بجلس ساعات حتى هم ينتقدوني، أنت تسمع للناس؟ هسمع، واللي عنده علم يأتي به ونحن فوق الرأس نضعكم. اللي ما عندوش علم ما يخليش العاطفة تخليه تجعله قليل الأدب، خلي العاطفة تخليه يتكلم ويقول طب بينوا لنا بقى، هذا هو. لكن تكون قليل الأدب سنطير رأسك، أنا مش هسمح لقليل الأدب أنه يأخذ الساحة، ومش هسمح لواعز مغفل ما عندوش اي علم، ما درس علم ولا تعب في العلم، يطلع يعمل خطبه منمقه ويقول والمخذلون هو لا فاهم شيء ولا عنده فقه، مش هسكت له، لازم هحطه في وضعه الصحيح. الوعاظ يقفوا في الخلف، الوعاظ ما عندهمش علم، الوعاظ مش مستوعبين العلم، فعضل المسائل لو تصدى لها الوعاظ ضيعوا الدنيا كلها، كلها الدنيا تضيع. هذا معك مالك، نعم نعم أنت كلامك حقيقة، لكن لازم نعطيهم حقهم، هذا هو. يا رب أمين، رد معك تيمية، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، كم لك من فضل علينا. نعم لابد أن نوجع، مش نوجع، أنا بطير راس على طول يا صالح، ما فيش حاجة اسمها أوجع، في حاجة اسمها أنه لا أبقي رأس على جسد، ما في عندي اسمها حاجة اسمها أوجع أيوه بتاعي. الرأس ما تبقاش، تفصل. الجاهل انتهى الموضوع، قليل الأدب نفس الحكاية، الخارجي نفس الحكاية، أهل البدع نفس الحكاية، الحوثيين والروافض وكل هؤلاء تطير رأس، إن لم يهتدوا تطير رأس، العلاج فيهم هو هذا. ويجب على الأمة أن ترجع للعلماء الراسخين. بابك وعمرك الحزن تفضل. الحمد لله، قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال باب قوله وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال الآية، قال حدثنا علي بن عبد الله
قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجارية أمر بنو فلان. قال حدثنا كما قال أبو سفيان أمر أمر أبي ابن أبي كبش وقال أمر طيب سقى الحديث الذي بعده ممكن تقرأه وتمشي. قال باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا عليه السلام. قال البخاري رحمة الله عليه حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي نبي زرعة بن عمرو بن جرير نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة والتذرون مما ذلك يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي ينفذهم البصر وتدنو الشمس وغناء من الغم والكرب ما ينطقون ولا يحملون يقول الناس لا ترون ما قد بلغكم ولا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بأهل عليه السلام فيكون عليه السلام فيقول له تأب البشر خلق الله بيده نفخ فيك من روحه وأمر الملائكة عليه السلام فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك فلا ترى إلى ما نفي ولا ترى إلى من قد بلغنا يقول بدم السلام إن ربي غضب وما غضب لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله فإنه نهاني عن الشجرة نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح عليه السلام قال فأتون نوح عليه السلام فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن رب عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله لم يغضب مثله وإنه قد كانت لي دعوة على قوم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري قال اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام قال فأتى إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله سبحان الله وإني قد كنت كذبت كذبات قال فذكرهن أبو حيان رحمه الله في الحديث قال عليه السلام نفسي 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 ذهبوا إلى غيري ذهبوا إلى موسى عليه السلام فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فبارك الله برسالته وبكلامه على الناس وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى نحبي فيقول عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها الله أكبر نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري ذهبوا إلى عيسى بن مريم عليه السلام رضي الله عن أمه قال فأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم رضي الله عنه روح منه وكلمت الناس في المهد صبية اشفع لنا أحمدي حيا هلا بأحمدي أين كنت أسافرت إلى الثريا افتقدناك كثيرا أحمدي حفظك ربي أحسن الله إليك أين كنت نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك وأنا أريد أطمئن على الشيخ ما اتصلت بالإخوة هناك وبعضهم أقلقني كان جاي من عند الشيخ وقال لي شيخ مريض جدا أريدك أن تطمني عليه الله يرضى عنك وافتقدت كثيرا أحمد نفع الله بك الأمة الإسلامية تفضل فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله قال ولم يذكر ذنبا عليه السلام قال نفسي 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 ذهبوا إلى غيري ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفعنا يا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه قال عليه صلى الله عليه وسلم فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه الله أكبر شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم الله الله آمين فهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة الله 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 أكبر نسأل الله أن يحفظكم وأرضى عنكم ويسلكم أمركم ويفتح عليكم اللهم أمين رب العالمين أولا في قول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في قراءة أمرنا مترفيها يعني جعل عليهم أهل الفسق والفجور الغير مؤهلين لذلك فيعيثون في الأرض فسادا فلا ينكر عليهم أحد فتأتي الطمة بسبب ذلك عليهم
فالله تعالى يهلكهم جميعا بذلك. أو أمرنا مترفيها، فلما أمرنا مترفيها شمخوا بأنوفهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وعلوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا فأهلكناهم. ففي الحالتين فيها الإهلاك بهذا الأمر. ولذلك هنا يعني حديث أبي وائل عن عبد الله قلنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمرا بنو فلان. حدثنا سفيان قال أمر أي في قول أمرنا مترفيها، فقرأ الحسن وعلي بن عباس ورواية وقرأة الجمهور أمرنا مترفيها وقرأ أمرنا مترفيها. أعتقد الماضي من أمر ضد من أمر ضد النهي، وقل بالتجديد بخلاف أبي بخلاف عن أبي عمرو. وقال ابن الدين كسروا الميم وأنكروا اللغة لأن الأمر لا يتعدى، أمرهم الله أكثرهم ولا يعرف أمرهم والله لا في علا. وما ذكروا عن الحميدي عن سفيان أمرا بفتح الميم أمرا لا وجه له، لأنه لا يقال أمر بنو فلان يعني أو أمر بنو فلان إذا كثروا. ونذكر عن قتادة أن أمرنا بني فلان بمعنى أكثرنا وأنكره الكسائي. وصحيح نقول أن القراءة فيها أمرنا مترفية أو أمرنا مترفية أمرنا مترفية أو أمرنا مترفية. عامة ظلمنا المشرفون صراحة أصحاب القراءات، أمرنا مترفية أمرنا مترفية أمرنا مترفية. ففيها كما قلنا هو تأمير الفاسق يؤدي إلى الهلاك، والفاجئ يؤدي إلى الهلاك. تأمير المرهف الذي لا يعرف كيف يتدبر الأمور أيضا يؤدي إلى الهلاك. هنا في قوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وفيها حديث الشفاعة إنه كان عبدا شكورا، الشكر لله جل وعلا محبوب إلى الله جل وعلا. هذه العبادة عبادة محبوبة إلى الله جل وعلا، هي نصف الدين كما قال ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأنت تنظر عندما مدح أولياءه وأنبياءه وأصفياءه مدحهم بهذا، قال الله تعالى إنه كان عبدا شكورا، قال شاكرا لأنعمه، قال شاكرا لأنعمه اجتباه وداه إلى صراط مستقيم. أبو خديجة يقول أمرنا بالتخفيف وآمرنا بالألف بعد الهمز، والتجديد في أمرنا أليست سبعية، أمرنا أليست سبعية أو عشرية. فالشكر نصف الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بذلك وقال إن الله يحب إذا رأى أحدكم إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمد عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. نعم. ثم أتى بالحديث الطويل، هذا حديث عظيم جدا، هو حديث الشفاعة الطويل، وكل واحد منهم يقول ليست ثريا قالت ليست طيب، فكل واحد يقول نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا فيه دلالة على إثبات الغضب لله جل وعلا من الصفات الفعلية، وأن غضب الله جل وعلا يعني في عرصات يوم القيامة لن يغضب بعده مثله في عرصات يوم القيامة عندما يحشر الأولين والآخرين ليقضي ويفصل الخطابة بينهم، وكلهم يكونون في شدة ولأواء، والشمس تدنو من الرؤوس زلزلة وليس بعدها زلزلة كما وصف الله جل وعلا يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا ما في هذا تعليقك جيد جدا، أنا سأوقف في الدرس لتعليقك. تقول ما تعليق على تأمر بعض الحكام العرب على المقاومة في غزة فلسطين وفلسطين باعتراف قيادات المقاومة بذلك، باعتراف الصهاينة أنفسهم من تقديم دعم لهم انطلاقا من القاعدة الأمريكية في بعض البلدان العربية وعذرا على الإزعاج. أولا هذا الكلام لا يجوز، يعني إذا أردت أن أتكلم عنه إرسالا كما أنت أتيت بكلام مرسل أصلا ما يجوز معاونة
معاونة أهل الكفر على ذلك، بل قد تكلمت كلاما واضحا أنا، وسأعيد مرة ثانية وأقول: من استطاع أن يضر أهل الكفر من الملاعين من أهل الصهيون الذين يسبون ربنا وقتلوا نبينا، فهؤلاء من استطاع أن يضرهم فلم يفعل فهو آثم، وقد تعلو الفتوى فوق ذلك. لو فعل ذلك وعاونهم وأعطاهم وقواهم ورضي بالكفر يعلو الإسلام، هذا يكفر. إذا رضي أن يعلو الكفر على الإسلام هذا يكفر، ولا أظن أحد بولاة أمور المسلمين يكون كذلك أو يضع نفسه في مثل هذا. وأما قولك بأنهم فعلوا ذلك أو أنهم عاونوا أو أنهم تآمروا، هذا الكلام كلام مرسل، أحتاج فيه إلى التثبت، وإلا الكلام المرسل لا أحكام تأتي عليه. وأنت قلت اعتراف القيادات، هذا قول منك، ائتني بالدليل، ثبت العشر ثم انقش، لكنني عندي فتوى خاصة عامة على كلامك العام. أنا أقول هذه الدولة أو إسرائيل أو اليهود، هؤلاء أكفر أهل الأرض، وهؤلاء الملعين ألعن أهل الأرض، الأمة الغضبية، هؤلاء القضية بينه وبينهم إلى يوم الدين. القضية ليست قضية فلسطين ودم فلسطيني، القضية ليست أقصى ودم، القضية قضية دين، قضية توحيد، قضيتنا قضية دين، بيننا وبين اليهود قضية الدين. إنهم يكفرون بربنا وينسبون له الولد، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير، يشتمون الله ليل نهار، هذه واحدة، وهذا ثأرنا معهم. والأمر الثاني أنهم هم الذين قتلوا نبينا، هم الذين وضعوا السم في الذراع وقتلوا نبينا. الأمر الثالث هو من الأهمية بمكان، ألا وهو يعني الأرض والعرض والمال والشرف أيضا الأقصى، يأتي تبع في هذا الباب. فقضيتنا معهم قضية دين وتوحيد. فأنا أقول يعني لابد أن يكون الأمر على بينة، وقلت من استطاع أن يضر هذه الأمة الملعونة واجب عليه أن يضرها، وإن لم يضرها يأسم بذلك، وقد يعلو الحكم فوق ذلك، لأنه ممكن أن يعينهم ولا يضرهم، ويحب أن يعلو الكفر على الإسلام، هذا أكفر. لذلك أنهم كرهوا ما أسخط الله، كرهوا ما أسخط الله، وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانهم. وأيضا في الآية الأخرى: ذلك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. فلو كانوا كذلك وقعوا في الآية صريحا في هذا الباب. أما كلامك أنت، أنا هذا كلام مرسل، ثبت العرش ثم انقش، ولكني أعطيتك إطار عام في الكلام في هذا الباب. ومن ثبتت خيانته أو ثبتت خيانته للدين، اللهم انصر من نصر الدين واغزل من خزل الدين. ومن ثبتت خيانته للدين فهذا هذا هذا لابد له حكم شرعي يقال. فلو ثبت ذلك ثبت العرش ثم انقش. نحن لا نسكت على شيء فيه خيانة للدين ونصرة للملاعين، نحن لا نريد ذلك. ونحن نظن ونحسن الظن بولاة أمورنا، ونحسن الظن بإخواننا في كل مكان وفي الشعوب، ولو وجد منهم أخطاء نردهم عن أخطائهم ونعنف على الخطأ، لكن لا يمكن أن نظن أنهم ممن يريد علو الكفر على الإسلام بحال من الأحوال. نعم، شوف نور الدين قال ذلك، كلمة من ذهب، ما عندهم إلا العواطف، ما عندهم ضابط العلم. يا جماعة الخير قلنا ارجعوا للراسخين من أهل العلم، الراسخون من أهل العلم، الراسخون من أهل العلم، الراسخون من أهل العلم هم الذين معهم الكلام. الوعاظ لا، أشباه العلماء لا، الساسة لا، أصحاب العواطف لا. إذن لابد أن تتقوا الله في هذا الباب، يعني لابد أن تقفوا وقفة حق وتقفوا مع أهل الدين. العلماء الرجوع إليهم هو الذي يجعل فيه الفوز لكم في هذا الباب. امشي 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 يا ابن المتخلفة، امشي 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 من هنا، بدل ما هم أصلا يعني سيرون يعني يضعونك في مكانك الصحيح. شوفها وقال لك احضروا هذا البقرة، يا رضا أنت بقرة، فهم قالوا لك اطلع 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 اطلع، حتى حيؤذونك جدا، لأنهم قد عرفوا أنك متخلف، فقالوا عليك بقرة، دي أول شيء، لسه بعد كده سيكون الأمر أشد، لا تحضرونه حتى يعلم ما هو فيه. بارك الله فيك أبا عبيدة، وأعطيتك ما عندي، وهنا الآن ثبت العرش وانقش، ثم بعد ذلك ترى الكلام على العين. وأنا لا أداهن في ديني ولا أبيع ديني،
وأعطيتك الإطار العام الذي نعيش به بفضل من ربنا ونعم. جزاكم الله خيرا على صلى الله عليه. أقول إخوتي الكرام ثم هنا كما قلت قد قال الله تعالى للذين أمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد شديد. ولذلك يحدث الشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجم المرء الجامد وتأتي المرأة لابنها تقول أي بني قد اشتد الأمر علي أي بني ألم يكن لك بطني وعاء أي بني ألم يكن لك حجري وطاء أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء أي بني أريد حسنة يقول لا أنا أحق بها منك أحتاجها عنك الآن. فما من نبي يقول نفسي نفسي ويظهر ذنبا قد وقع فيه. ما من نبي إلا ويظهر ذنبا وقع فيه. أنا لا أرد أنا أضع شيء في موضعي فقط. أستاذة نهى البولك ممكن أكلم حضرتك إن استطعت إلى ذلك سبيلا رضي الله عنك. أقول إخوة أخي الكريم أنا لا أرد أنا أضعه في موضعي أضعه في مكاني لأنه هو وضعه في مكاني أهم شيء. ما تجعل أحد يترفع على مكاني. فإبراهيم عليه السلام نوح عليه السلام آدم يذكر الأكل من الشجرة نوح يذكر الطلب بإنقاذ ابنه وهو ليس من أهله إبراهيم يقول كذبت كذبات ثلاثة أيضا موسى عليه السلام يقول قتلت نفسا لم يكن لي أن أقتلها وعيسى عليه السلام يذكر ذنبا ليس في الصحيح يذكر ذنبا ثم يقول ارجعوا إلى 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 محمد صلى الله عليه وسلم عبد قضاء الله لو ما تقدم من ذنبي وما تأخر فيذهب تحت العرش يسجد ويثني على الله بما هو أهل له من محامد علمه إياها ثم بعد يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع حتى يقضي الله في العباد وهذا من الله جل في علاه رحمة وأيضا بيان لكرامة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه فوالله ما خلق ولا ذرأ ولا برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكذبات التي قال عنها إبراهيم هو لم يكذب كذبة واحدة هذه ليست كذبات وكانت كلها على الحقائق كما فصلت الشرح فيها قبل ذلك في باب في قوله وأتينا داود زبورا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي رايع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف علي على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن وهنا خفف على داود يعني هنا لابد أن تعلم المعونة على قدر المعونة الله تعالى يفتح لك بابا من أجل أن تتعبد له من أجل أن تسعى سعيا حديثا إلى أن تصل إلى مرضاته وأن تكون مسعيك في مرضي أن تكون مسعيك في مرضي لذلك كان يخفف على داود وييسر له أمر القراءة أنت ترى هناك من يريد أن يتعبد لا إله إلا الله بالذكر أو بالقرآن أو بالسماع فلا يوفق الله لا يوفقه ما يريد أن يفعل ذلك الله لا يراه في هذه العبادة أهلا وهناك من يكون من الذين يعني يجاهدون من أجل أن يصل إلى الله جل وعلا ويرى الله منهم الصدق فيوفقه لذلك فمن هؤلاء الأنبياء خف على داود حتى يقرأ القرآن فكان يأمر دابته لتسرج وكان يقرأ قبل أن يفرغ وأما الآية يعني ذرية من حملنا مع نوح يا ذرية من حملنا مع نوح لا تشركوا به وخص نوح بالذكر ليذكروا من نعمة الإنجاء كانوا الجميع سيغرقون وأنجاهم الله جل في علاه وقال الله عنه عن نوح إنه كان عبدا شكورا يعني كان إذا أكل الأكلة وشرب الشرب حمد الله عليه وهذا الذي كان يريد الله منه نعم. يقول باب في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قال حدثني عمرو بن علي حدثني يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم زاد الأجدعي عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم نعم رغب رعاية أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله أول قول الله تعالى الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم جاء الأشعري عن سفيان عن أعمش ادعوا الذين زعمتم شوف انظر الله تعالى يقول هؤلاء
أهو لا يدعوننا يرغبون أين لكن أنت سبحان الله. آه الله محمود الباز عندك حق والله، الله المستعان. طيب الفوائد المستنبطة من ذلك فضل الشكر في عرصات يوم القيامة، الأمر يكون جلل لا سيما عند فصل الخطاب، شفاعة إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله شيئا هاله أسبابه، إذا أراد أن يهلك قرية أمر عليها المطرفين ففسقوا في ذلك فدمر القرية بأسرها. تكريم الله لابن آدم بالعقل وبالديانة، كرمه بالديانة ورفع بعضهم فوق بعض درجات. الإسراء كان من بيت أم هاني إلى بيت المقدس، حرره الله من هؤلاء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.